29 عن طريق محمد الشامي. قد يكون احدى اكتشافات المدير الفني علاء عبد العال في هذا اللقاء كما تحدث منذ دقائق عن تشكيلة المباراة وأن اللاعب الملقب بالسافيولا يسجل في مرمى فريق الأهلي بكرة صاروخية لا تصد. نعم لا ترد. جاء بالتسديد وانتهت بروعة التغريد. الله على الكرة البينية الممتازة من اللاعب أحمد صبحي. شوف هنا صلاح عاشور حضر على طول وشاط اللاعب سافيولا محمد الشامي برجله الشمال لم يتردد.